ملف انقطاع الإمدادات، إمدادات الغاز من إسرائيل نحو مصر وبالتالي من مصر نحو أوروبا. ارتفاع جديد في أسعار الغاز بأوروبا أشعلته هذه المرة الأنباء عن توقف واردات الغاز المصرية، إلى جانب الانقطاعات غير المبرمجة سلفا في النرويج. العقود الأجرة للغاز الأوروبي لشهر ديسمبر ارتفعت بنحو 4.5% لترفع مكاسبها إلى 30% عما كانت عليه قبيل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. حتى الآن وفي ظل توقف تدفقات الغاز من إسرائيل لمصر، من غير الواضح متى ستستأنف صادرات الغاز المصرية إلى أوروبا، وهي تشكل عادة حصة ضئيلة لم تتجاوز 4% في الواردات الأوروبية في عام 2022 ونحو 2% هذا العام. لكن ما حدث يؤكد هشاشة السوق الأوروبية منذ اندلاع أزمة الطاقة جراء الحرب الروسية ضد أوكرانيا. وعلى الرغم من أن مرافق تخزين الغاز في أوروبا ممتلئة بنسبة 99% في المتوسط، إلا أن المخاطر تبقى قائمة، خصوصا إذا توسعت رقعة النزاع في المنطقة وانعكس ذلك باضطرابات في مضيق هرمز الذي يعد ممرا حيويا لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال. حول هذا الملف وأسئلتنا ينضم إلينا من عمان الدكتور عامر شوبكي، باحث اقتصادي متخصص في شؤون الطاقة. أهلا وسهلا بك دكتور عامر. يعني الصراع في الشرق الأوسط وتمدد وتوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر مصر أضاف إلى ما كانت أصلا تعانيه أوروبا من نقص في الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. إلى أي مدى السوق الأوروبية هشة، وكيف يمكن أن تحافظ على توازن فيما يتعلق بالطاقة؟ نعم، تحية لك وشكرا على الاستضافة. في الواقع بالفعل السوق، سوق الغاز في أوروبا، سوق الطاقة بشكل كامل هشة للغاية. ما زالت لم تعبر أوروبا المخاطر وأزمة الطاقة، ما زالت تعتمد على بعض العوامل التي لا تملكها، مثل الطقس شديد البرودة الذي قد تواجهه وتستنفذ من خلاله مخزوناتها في الشتاء القادم، عدا الظروف التي أيضا لا تملكها من احتمال انقطاع الامدادات من خارج اوروبا، سواء الولايات المتحده، استراليا التي مهدده بعض منشاتها المهمه باضرابات، سواء من ايضا النرويج التي خفضت انتاجها في الاونه الاخيره، او قطع الغاز من مصادر ما زالت مهمه، ليست كبيره بالمعايير العالميه مثل الانتاج الاسرائيلي للغاز، لكن نسبتها ال 4% ما زالت ايضا مهمه بالنسبه للقاره الاوروبيه، او حتى من الجزائر، أو حتى من روسيا التي ما زالت تزود أيضا أوروبا ب 7.5% من حاجتها. نعم، هل هناك بدائل، يعني إن كان بالنسبة لأوروبا أو بالنسبة لمصر اللي أيضا تستخدم هذا الغاز، الغاز الإسرائيلي، فضلا عن إنتاجها الخاص لتلبية الطلبات المحلية وأيضا لتصدير الوقود؟ يعني في حال استمر هذا الصراع أو توسع هذا الصراع، الجهتين إن كان مصر أو أوروبا بحاجة لبدائل، ما هي البدائل المتاحة برأيك؟ أعتقد البدائل محدودة جدا بالنسبة للقارة الأوروبية. استخدام مثلا زيت الوقود المكلف مرتفع الثمن بدل الغاز في أوروبا، أو أيضا الاعتماد المفرط على الفحم في توليد الكهرباء. بالنسبة لمصر أيضا البدائل أيضا مكلفة، مكلفة للغاية، هي بحاجة إلى العملات الصعبة، شراء زيت الوقود يدفعها إلى الإنفاق من احتياطاتها من العملات الصعبة بشكل أكبر، وبالتالي نرى أن اختارت مصر البديل الأصعب وهو قطع الكهرباء أو زيادة ساعات فترة انقطاعات الكهرباء اليومية المبرمجة. نعم دكتور عامر، التهديد الرئيسي لأسواق الطاقة والكل يتحدث عنه هو يعني احتمال تعطل مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لشحنات النفط والغاز. كيف يؤثر امتداد الصراع على أسعار الطاقة في حال يعني تعطل هذا الممر؟ من المتضرر أيضا؟ نعم، المتضرر العالم كامل، الإمدادات سواء من النفط أو الغاز تصب في الخزان العالمي اليومي، وأي نقص في هذا الخزان العالمي من الغاز أو البرميل العالمي من النفط يدفع الأسعار ارتفاعا ويؤثر ويكبح جهود العالم والدول الغربية في خفض معدلات التضخم. الآن بالنسبة للنفط، العلاوة التي تلقاها منذ بدء الحرب يعني كانت بسيطة وفي نطاق دول غير منتجة للنفط، المخاوف كانت فقط من امتدادها إلى دول منتجة للنفط في الشرق الأوسط، وخاصة إذا ما امتدت إلى قطع الإمدادات من مضيق هرمز الذي يوصل إلى العالم قرابة خمس حاجته من النفط. كما ينطبق الأمر على الغاز، الغاز منذ اللحظات الأولى كان هنالك تأثير
بعد إعلان شركة شيفرون وقف إمدادات الغاز من حقل تمار، ارتفعت أسعار الغاز بنسبة تقريبا 30%. الآن اليوم صباحا أسعار الغاز في أوروبا قفزت أكثر 7.5% إضافية، يعني وصلت الارتفاعات إلى أو طيب هذه الارتفاعات دكتور عامل هل برأيك تؤثر على القرارات السياسية أو على الضغط السياسي لمنع توسع هذا الصراع؟ نعم، هي في ضغط على هذا الموضوع لربما حل هذا الصراع، سيكون الضغط باتجاه حل هذا الصراع أو إيقافه بأسرع وقت ممكن، عدم امتداده، عدم توسعه. أريد أن أضيف أيضا بالنسبة للغاز، مضيق هرمز ينقل 22% من غاز العالم، وهو أيضا نسبة مهمة للقارة الأوروبية، للقارة الأسيوية، للعالم بشكل كامل. فأعتقد بأن هذا ربما يدفع باتجاه حل سريع للصراع في الشرق الأوسط وعدم امتداده بدرجة أولى من الأهمية. نعم. شكرا لك، كنت معنا من عمان الدكتور عامر شوبكي باحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة.